ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا دايما معاكم في برنامجنا سلسلة الموضوعات القانونية واللي بتقدمه نقابة المحامين من خلال موقعها الالكتروني، ان احنا نتكلم عن اهم الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين، اللي بتهم اخواتنا وزمايلنا من شباب المحامين. لكن احيانا كمان على موقع النقابة وعلى صفحة النقابة بتيجي بعض الاسئلة من الموكلين، فبنقول المعلومة على اعتبار انها تفيد ويستقبلها سواء كان المحامي من شباب المحامين او كمان من الموكلين اللي دايما بيدخلوا على موقع النقابة عشان ياخدوا معلومات يستفيدوا من خلالها. احد الاشخاص كان بيطلب معلومة متعلقة بمتى تستحق الزوجة في حالة الطلاق، بقت المطلقة، سكن الزوجية، ومتى تفقد هذا السكن. وده الامر المتعلق فيما يعرف باسم مسكن الحضانة، يعني بمعنى إذا ما كانت السيدة المطلقة هي أم وحاضن وفقا لقانون الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000، إن هذه السيدة تستحق أن تكون موجودة في مسكن الزوجية. وده الأمر المتعلق بكونها أم حاضن لطفل في سن الحضانة حتى يبلغ 15 سنة. وانتوا عارفين إن المشرع المصري سوى بين الولاد والبنات في سن الحضانة اللي بقى يصل إلى 15 سنة، ثم يتم التخيير، يخير الطفل ما إذا كان يريد أن يستمر في بقائه مع أمه أو أن تنتقل الحضانة إلى الأب. وده يترتب عليه أن الأم هتفضل موجودة في مسكن الحضانة إلى أن يبلغ الطفل سن 15 سنة. طب هل هناك حالات ممكن من خلالها تفقد هذا الأمر؟ وفقا لأحكام القانون البعض بيقول، يعني الأمر في خلاف، لكنه الأمور الثابتة التي لا خلاف فيها أنها لا تفقد هذا السكن إلا إذا ما فقدت الحضانة، بمعنى أن ارتباطها بمسكن الحضانة مرتبط بالحضانة ذاتها. فإذا فقدت الأم حقها في الحضانة بالتبعية فقدت مسكن الحضانة، بمعنى إذا مثلا تزوجت من شخص أجنبي عن الأطفال، في هذه الحالة بتنتقل الحضانة منها إلى أمها إذا كانت موجودة، أو إلى السيدة التي بعدها في الترتيب إن لم تكن أمها موجودة وفقا للترتيب اللي موجود في القانون. في الحالة دي لما هي بتتجوز الحضانة بتنتقل لسيدة أخرى جديدة، فهي بتطلع برا الشقة والأطفال بيروحوا للسيدة الجديدة اللي هي ممكن تكون أمها واللي هتنتقل ليهم الحضانة. وفي الحالة دي من حق الزوج إن يسقط عنها مسكن الحضانة، وبعدين الحاضن الجديدة اللي هي ممكن تكون أمها مثلا من حقها أن تطالب بحقها في أجر مسكن حضانة. طيب هل في حالات أخرى، حالات متعددة، إذا توفت، إذا تزوجت، أو إذا سافرت خارج البلاد؟ لكن ده لا يمنع عند بنص القانون في حالات البعض ما يعرفهاش، وهي الأمور المتعلقة بأحقية الأب أن يتقدم بطلب للنيابة الأسرة باستعداده بأن يدفع لها مقابل أجر مسكن حاضن، أو أن يوفر لها مسكن حاضن آخر غير هذا المسكن متى كان هذا المكان مناسب وملائم وعلى نفس القدر والمستوى. في الحالة دي ممكن يتاخد منها الشقة وتروح للمكان الجديد أو تاخد بداله أجر مسكن حاضن. إذن المسألة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة، أو مقترنة حقها في الحضانة مقترن بحقها أو مرتبط بحقها في مسكن الحضانة وأجر حاضن. لأن احنا عارفين أن السيدة الحاضن، الأم الحاضن، من حقها أن ترجع على أبو الأطفال اللي هو زوجها السابق لو ما كانش موجود مسكن، بأجر مسكن حاضن وأيضا بأجر حضانة، لأنها بتربي الأولاد دول لحسابه وعلى حسابه. فإذا ما توافر سبب من الأسباب التي يزول بها الصفة عن الحضانة، أصبحت هي غير حاضن، ينتقل معها أو يزول معها في ذات الوقت صفة مسكن الحضانة، فبتفقد الحضانة، تفقد معها مسكن الحضانة. إذا ما عادت لها الحضانة يعود من لها مسكن الحضانة. الحالات زي الجواز والسفر والوفاة، وفي الحالة دي بيزول عنها صفة الحق في الحصول على مسكن الزوجية السابق باعتباره مسكن حاضن. وفي الحالة دي السيدة الجديدة اللي بينتقل إليها الأطفال بتتقدم بطلب ليه قاضي الأسرة عشان تطلب منه أن يحكم لها بأجر مسكن حاضن. موضوع سهل وبسيط،
هتلاقوا كتير من المحامين فاهمينه، لكن بالنسبة للناس اللي بتسأل على موقع النقابة أتمنى أن تكون المعلومة وصلت لكم. أحمد مهران.